تطور بمجال طب الأسنان الحديث والتجميلي بشكل كبير، وصار من السهل على طبيب الأسنان تقديم طرق علاج متعددة ومتنوعة للحصول على ابتسامة جميلة وخلابة. بهالفقرة رح نتطرق لوسائل حديثة بمجال طب وتجميل الأسنان، وهيك منكون عم نقدم خيارات جديدة للمريض ونتيجة أكثر جمال، أكثر واقعية وأقل تأثير على الأسنان. نستقبل دكتور برنار ضيفنا لليلة بستايليك. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك دكتور برنار. ذكرنا بالبداية أنه في كتير تقنيات هلأنية حديثة عم تعتمدوها، شو هي أكتر تقنية هلأ حضرتك عم تعتمدها؟ بالتجميل ككل في عنا كذا تقنية وكذا مواد تستعمل حسب كل حالة، لازم تعطيها شو لازم ينعملها وشو لازم ينحط مشان تعطي الشكل الطبيعي وما يبين أن الواحد مركب شيء، إن كان قشري أو إن كان تلبيس تجميلي أو حتى وضيع تاني بالتجميل. أهم شيء المريض يكون يبين قدام العالم ما مركب شيء اصطناعي، هيدا أهم شيء. وكل حاجة لازم يشوفها طبيب المعالج المختص، خصوصا طبيب التجميل إذا كان موضوع بيختص بالتجميل أو بيتعلق بالتجميل، لأنه طبيب التجميل لازم يكون عنده مهارة وقدرة وبعد نظر يشوف الحالة، وقت يجي المريض يفحص أو يشوف شو بيقدر يعطيه الطبيب، شو بيقدر يحسن له من شكله، ليقدر يشوف هو يكون عنده بعد نظر أو رؤية كيف الحالة بتطلع النتيجة بنظر الطبيب، ليقدر يوصل له إياها للمريض ويقدر يفهمها. وأكيد بيستعين الطبيب بالحالات، لأنه بيكون كطبيب مختص لازم يكون عنده عامل كذا حالة، وحالة هالمريض بتكون وحدة مثل هالحالات اللي هو معالجها، بحيث أنه المريض وقت يفهم العلاج أو طريقة خطة العلاج ويشوف الصور بيكون مرتاح أكثر، لأنه أهم شيء المريض لازم يحس حاله عم بيتعالج بطريقة صحية بدون أي مضاعفات أو أي بعدين، وكتير بطريقة كتير بروفيشنال يعني. طيب هلا شو هي الطرق يلي اكثر شيء معتمده؟ هون نحن بدنا نسالك اذا ما كان في مشاكل، يعني ما كان في مشاكل باللثه او حتى ما كان في مشاكل بالسنين او بالدراس، يعني نحن بس ابتسامتنا يمكن منا حلوه او يمكن لون سنيننا منه حلو ونحن بحاجه انه نحسن او نغير. اوكي، هون في عنا في بنطرق لكذا مواضيع بالنسبه للتجميل، ان كان من الحالات الصغيره او للحالات الكبيره. نعم. يعني بنبلش بالاصغر الحالات اللي هي مثلا سنينك انت مثلا بصفر أو غامقين كتير، في هون عنا بيفوت التبييض بعدة وسائله، في كذا سيستم للتبييض بيستعمل حسب الحالة. بس تبييض لازم نعرف أنه في حالات طبيب ما لازم يقبل يعمل للمريض، حتى لو أصار المريض يعمل تبييض، لأنه مرات التبييض ما بيعطينا نتائج المرجوة منه يعني، ولازم نشرح هالشي للمريض ليفهم. حتى لو ما عمل ولا أي علاج لازم نعطيه الخطة الصحيحة لهالموضوع. هلا بنطرق بعدين إذا أشياء تتضمن أو تتطلب أسنان كتير غامقة كتير أو بده واحد يعطي نتائج ثابتة، تبييض لأنه نتائجه مش ثابتة لأنه بيتأثر بالعوامل مثلا الشرب. أول شيء ما بيضاين، يعني خلينا نفسر أنه للمشاهدين أنه ما بيضاين، شغلة مؤقتة حسب كل مريض، شو مثلا شو بياكل، شو بيشرب، مثلا القهوة الشاي كتير بيأثر فيه وبرجع اللون، مشروبات غازية كل شيء، كل المشروبات وكل أنواع الأكل اللي فيها كولورنت يعني ملونة بتأثر على اللون الطبيعي وبترجعه مطرح ما كان، بيرجع للسابق طبيعي. يعني بيصير كل فترة، هو معروف انه البلانشيمون او التبييض بده كل فترة يرجع ينعاد. بس دكتور برنار انا بدي احكي عن الفينير يلي هي قشرة البورسلين، لانه ما بدي يدهمنا الوقت وبدي انه نعطي لهالموضوع حقه طبيعي. خبرنا شوية عنها بالتفاصيل. الفينير هي مثل عدسة بتتعلق بتركب على السنين، قشرة طبقة خارجية بتتركب على السنين، بنقي اللون اللي بدنا اياه نحن والمريض اللي هو يحبه كمان يكون. نعم. واكيد لازم يكون تابع، يكون
لابق لوجهه، لابق للشكل، كل شيء بده يكون متناسق سوا. في فينا نعالج بواسطه الفينيرز او القشره هي اللي عم نحكي عنها السيراميك كذا حالات. يعني في حالات نبلش من قشره صغيره، اسنان كثير غامقه او كثير لونها بشع، بنظبطها بطريقه ثابته ما بتغير، لانه الفينير بنستعمله اكيد بده يكون كثير عالي الجوده وما بيغير لونه نهائيا لو شو ما شربتي وشو ما اكلتي مع الوقت. يعني فينا نقول انه بينحط لمدى الحياه الا اذا طبعا في عوامل، واحد بده يكون منتبه، ما في شيء، لازم يكون كثير صريحين كمان.